الثاني أدلة إجماعا على وجود النار. الحس. ما معنى الحس؟ يعني تدعو تكون في كرب شدة محسوس ملموس، تقول يا رب يا رب فريدة تجدها تنفرد. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما بالسماء من سحاب، لم ينزل من على منبره عليه الصلاة والسلام إلا لحية تقطر الماء، دليل حسي. الثلاثة الذين أطبق عليهم الماء يدعو الصخرة أمامهم تنفرد، دليل حسي. صحيح؟ الثالث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الرابع شرع، وهذا كثير. نعم، بل ما من آية في كتاب الله إلا ومن فيها دليل على توحيد الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هل للملائكة قلوب؟ ما الدليل؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربك؟ طيب أجلس. أركان الإيمان خمسة ستة ثمانية. ستة أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة. الله تعالى أجلس. للمشركين شيء من العبادة لله، نعم لا صح خطأ. نعم فتح الله عليك. طيب من عبد من عبد من دون الله هو راض. من عبد من دون الله هو راض، طاغوت أو ليس بطاغوت؟ جاء إليك إنسان وسجد لك، تقول له أحسنت بارك الله فيك؟ ماذا تقول له؟ تقول له جعلت الله ندك؟ كيف تصنع؟ هذا الشرك صح؟ طيب عند الإنسان راضي بهذا قال أحسنت بارك الله فيك، هكذا يعظم العلماء. هذا ايش؟ هذا الطاغوت صح؟ إذا من عبد من دون الله هو راضي طاغوت صح؟ طيب غير راضي مثل أن ثلاثة طاغوت؟ لا. اجلس. إفراد الله سبحانه وتعالى تدبير الكون وإنزال المطر من أي أنواع التوحيد؟ ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. ربوبية. فتح الله عليك. من أقر بهذا التوحيد؟ في هذه الأزمنة هناك من ينكر حتى هذا التوحيد. نعم، يقول أن الولي يخلق ويرزق ويدبر ويعلم الغيب. أنا لو الخلق والأمر لله طبعا. وش تسمع؟ هذا فيه أننا اليوم في زمن خطير جدا، لابد أن نتعلم التوحيد. أجلس. فتح الله عليك. مما ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ فتح الله عليك. أجلس. نعم. أوجب الواجبات، أوجب الواجبات بر الوالدين، أوجب الواجبات بر الوالدين. صح خطأ؟ صح خطأ بس. يعني أعلى واجب وأول واجب على العبيد وأوجب الواجبات على الناس بر الوالدين، صح أو خطأ؟ خطأ. ما هو أوجب واجب؟ واجب الله يفتح عليك، العبادة وهي التوحيد. الله يجعلك الله
تموت على التوحيد يا عم. أعظم المحرمات قتل النفس التي حرم الله. أعظم المحرمات خطأ. أعظم المحرمات ما؟ الشرك. نعم هي الحرام. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم خاص. أرسل إلى الإنس. فتح الله عليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا أحد يستطيع أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام. كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر، كان من كان يهودي أو نصراني أو غيره. اجلس. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ إنك ميت وأنا ميت. ثم هو بشر الحق وما الحق البشر، صحيح؟ حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل إلى هذه الأرض ويموت بها، صحيح؟ أجلس فتح الله. طيب خلص. نعم، من كذب بالبعث كفر. كفر أكبر أو كفر أصغر أو ما؟ أكبر. لماذا؟ أنت ركن أركان الإيمان، أي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان باليوم الآخر. فتح الله عليك. اجلس. نعم، عند العموم دين الأنبياء واحد أو لكل نبي دين؟ واحد. ما الدليل؟ إن الدين عند الله الإسلام. وغيرها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال دين واحد النبي عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. نعم. الهجرة باقية إلى قيام الساعة أو انقطعت بفتح مكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. الله يفتح عليك. هجرة من مكة إلى المدينة هذه انقطعت، وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لم تعود بلد كفر ولله الحمد. وهجرة من بلد الكفر بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة. وهجرة تهجر ما حرم الله. فتح الله عليك. يقول دين الإسلام ولله الحمد كمل إلا ما يكون من رؤية الصالحين. صح خطأ؟ صح. في أحد يوافق؟ يقول دين الأنبياء، دين النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام كمل. اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام لي. هذا الدليل. إلا ما يكون من رؤية الصالحين. أي تفصيل يا رجل؟ كمل من رأي الصالحين. هذا كلام صحيح. نعم، إذا كان هذا الرأي موافق للشريعة يستأنس به. أما أن الرؤية تشرع لنا معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. قال اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل لا، ما يمكن. طيب نعم. لا لا خل. التوحيد شرع. نعم. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم لا خمسة آخر شيء. نعم توحيد الربوبية هو تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ يا أخي الربوبية خلق والملك التدبير إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العباد فتح الله عليك أمام توحيد الأسماء والصفات بما سمى وصف بنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت نفسه نفي ما نفع عن نفسه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل اجلس أما أنت اجلس نعم الحنيفية ما هي؟ الملة المائلة عن الشرك المبنية عن إخلاص التوحيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مقبل الله مدبر عن الشرك نادينا اليوم أول نداء في القرآن في أي سورة؟ في سورة البقرة. في سورة البقرة. خاطب الله سبحانه وتعالى في النداء المؤمنين والكافرين والمسلمين. قسم الناس إلى ثلاثة مؤمن وكافر ومنافق وذكر أوصاف كل فريق وأطال بوصف المنافق. لأن أخذ أمر على كثير من الناس هم العدو بحدهم. ثم جمع الجميع بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن المؤمن وكافر ومنافق إذن أول نداء من ذلك التوحيد أول أمر في القرآن أمر في التوحيد أعبدوا وأول نهي عن الشرك أين أيضا في نفس الصورة أين يا أيها الناس اتقوا ربكم أين النهي في البقرة أعطيه الشاهد فقط فلا تجعل الله أندا سبعاء نظراء مثلا تسلمون لهم ما يصف إلا لله وأنتم تعلمون ماذا أنه لا يجوز أنه هو المنفرد بالربوبية لا بد منه بالألوهية ما هو التوكل؟ التوكل من طرح الله سبحانه وتعالى سرق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ثلاث أشياء خليك وقت يوصلك من جاي شيء اجلس هنا هنا نعم التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة ثلاثة أشياء صدق وثقة وأخذ بالأسباب المشروعة أجلس الحمارك نعم شرط قبول العبادة شرطان نعم الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فإن كنتم تحبون الله يسر هذا دليل دليل نعم وغيره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا إخلاص صح؟ نعم أجلس كنت على الله عليك أقسام النذر يقسم النذر إلى قسمين نذر لله ونذر الله أجلس طيب أقسام الذبح نعم ذبح لله هذه وأضاحي عقيقة وصدقات و ذبح لغير الله أي قسم عبادة وتعظيم شرك أكبر وذبح جائز ذات اللحم التجارة وكامل أقسام الخوف خوف محرم واجب ومحرم
الواجب صرف لغير الله خوف عباده وتعظيم وسر. الثاني جاهل جبلي طبيعي لا يعلم عن العرب من النار من اللصوص مقطع الطريق من السباع. محرم القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. أي استفهام عليك؟ نعم. الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك والمراتب الدين الإيمان ثلاثة. الإسلام أعلم الإسلام إيمان وأعلم من الإيمان إحسان كل مصر ولا مكان. أجلس.